الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين والمبعوث رحمة العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أفضل الصلاة والتسليم. أما بعد، هو بيقول لي suppose you want to buy a smart watch the price tag says 700 إميريتس درهم، يعني الساعة اللي أنا عايز أشتريها مكتوب عليها 700 درهم إماراتي، but the seller tells you that there are 8% tax، في ضرائب tax اللي هي ضرائب دي هتتزود على ثمن الساعة. How much will the total cost؟ فانا همسك احسب التاكس دي الاول اشوفهم قد ايه، همسك ال 8% اللي هي 8 على 100 هعملها تايمز 700، الزيروين دول هتكنسلوا مع دول هيبقى 8 في 7 بكام؟ 56. ده ايه اماراتي ده؟ يعني هو هيزود عليا 56 درهم اماراتي، يبقى كده الكوست بتاع الساعه التكلفه بتاعتها او هيبيعها لي بكام؟ او السيلينج برايس، يعني ممكن اقول لك ايه؟ السيلينج برايس بقى ثمن البيع، سيلينج برايس او نيو برايس هيبقى ال 700 ونزود عليهم ال 56 هيدينا 756 امريتس ده. طيب دي الفكره بتاعت المساله دي. محمد اوردر 3 بيتزاز، ذا برايس اوف ايتش از ايه؟ 42 امريتس ده، يعني هو اشترى ثلاث بيتزات الواحده ب 42 درهم. محمد جيب اتيب اوف 10%، دفع بقشيش 10% من الفلوس بقى بتاعت التوتال بتاعته. What is the total amount that he paid؟ هو اشترى ثلاث بيتزات 3 تايمز الواحدة ب 42، وبقول الواحدة each ب 42 اه، فطبعا 3 تايمز 2 6، 3 تايمز 4 12، يبقى ده كده ثمن البيت 120 درهم امارات. بعد كده هو عمل ايه بقى؟ دفع 10% بقشيش على الفلوس اللي دفعها، تب او زي ساعات يقولوا عليها عمولة أو خدمة بيع أو حاجة زي كده. فدفعها 10%، نقوم عاملين ال 10% اللي هي 10 على 100 نضربها في كام؟ تايمز 126. لو جيت أحسب دي بسهولة سهلة، شيل الزيرو مع الزيرو. بقى عندك كده فوق 1 تايمز 126 ب 126. عارف في تحت 10، في تحت 10. خد بالك، ممكن تقوم محولها بقى إيه؟ تحولها ديسيمال إزاي؟ يا تقوم عامل كده تكتب 126 وتحط البوينت بعد 1 ديجيت. كده انت جبت ايه؟ كده انت جبت التبس اللي هو محمد دفعه. هو طبعا التبس دي زودوها له على ثمن ايه؟ يعتبر احنا عايزين نحسب اللي دفعه كله. هو دفع ال 126 ومعاهم ال 12.6% ايه التبس. هنعملهم بلس بعض. طب اما اجي اعمل بلس اعمل 126 مع ال 12 هيديني 138 وانزل ال 0.6. يبقى ده هو كل اللي ايه؟ كل اللي محمد دفعه.